نرحب بحضراتكم مرة تانية. من كم يوم تم الإعلان عن تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان 1,251,000 مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان بجميع محافظات الجمهورية. ده كان خلال شهر يناير الماضي. ده غير أن دلوقتي أيضا بيتم تفعيل الميكنة وبيتم توحيد نماذج التسجيل الطبي في كافة التخصصات طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. كلمنا يا فندم عن الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين في مجال طب الأسنان. طبقا من الوقت احنا الفترة حضرتك اللي احنا موجودين فيها كل المبادرات الرئاسية والاكتشاف المبكر لأمراض الفم، فاحنا بالتالي بنحاول ان احنا يبقى في تماشي مع التوجه العام في الدوله وتوجهات سياده الرئيس. عندنا معالي الوزير في تكليف ان احنا يبقى في رفع كفاءه وجوده الخدمات اللي بتقدم في كافه الوحدات والمستشفيات التابعه لينا في وزاره الصحه. شهر يناير احنا كنا تقريبا ناظرنا حوالي 1,200,000 حاله في كافة الوحدات والمستشفيات التابعة لنا، ده إلى جانب بيقدم فيها كافة الخدمات بطب الأسنان من الكشف للحشوات للخلع العادي أو الجراحي للحالات الحشو بالنسبة للأطفال. فاحنا بنخش في كافة الخدمات اللي ممكن تقدم. ده مستوى من الخدمات العلاجية. عندنا كمان الندوات التثقيفية والتوعوية، ودي مهمة جدا لأن إحدى محاور المبادرات الرئاسية لاكتشاف المبكر، فاحنا شغالين على التوعية عشان امنع حدوث التهابات في اللثة او تقوسات. احنا في شهر يناير بس عملنا 7,011 ندوة في الاماكن التابعة لنا. الحضور اللي كان موجود عندنا في الندوات ديت كان 68,809 مواطن. تمام؟ كل مواطن من دول هيرجع لاسرته هيبلغهم او يقول لهم انا سمعت كذا وفي غسيل اسنان وفي ام حامل وفي تاكل ايه وفي الطفل في الرضاعه يشرب ايه. تمام؟ ده ملخص صغير ده تقريبا اللي احنا بنعمله. الخدمات دي كمان بتقدم يا فندم من خلال القوافل العلاجيه، مظبوط؟ بالظبط بالظبط بالظبط. احنا في يناير برضه عاملين ما يقرب من حوالي 25 قافله. مش كمان قافلة بس، ان احنا بنروح للاماكن الاكثر احتياجا. احنا لما بقى في اي مناسبة، يعني ساعة الاحتفال بتاع عيد الاخوة المسيحيين احنا كنا موجودين جوه الكاتدرائية في العباسية بحيث كل زوار الكاتدرائية في العيد نقدر نبقى عاملين لهم خدمات في الميادين العامة بيتعمل في كل، مش بس في الكاتدرائية في هنا في العباسية، ده في كل تمام مناسك دور العبادة في المحافظات بنبقى عاملين تأمين طبي. كمان كنا ساعد معرض الكتاب، كنا عاملين تأمين طبي في معرض الكتاب على مدار الأسبوعين بتوع معرض الكتاب. أيوه. وتقدم فيهم خدمات لحوالي 4,500 مواطن. ال ربما الناس كلها بتتكلم إن يعني قصة طب الأسنان والحشوات هي الأغلى في ما بين يعني أقرانها، يعني ما بين العيادات المتنقلة. الرسوم عاملة إزاي؟ الدولة بتتحمل قد إيه؟ إحنا جميع القوافل بالمجان يا فندم. كلها بيقدم فيها كافة الخدمات اللي تقدر نعملها في داخل العيادة المتنقلة. في بعض الحالات ما اقدرش اعملها زي علاج العصب مثلا، ده بيحتاج جلستين او ثلاثة. ايوه. بيتم تحويل الحالات لاحدى الوحدات او المستشفيات التابعة لينا، بيتم تحويل الحالات لاستكمال العلاج فيها. طيب دكتور، الحقيقه النقطه دي نقطه كمان يعني مهمه جدا وتحترم، لكن في كمان نقطه مهمه جدا وهي فكره المتابعه. هل بيبقى في متابعه مع هذه الحالات؟ ولو في بيحصل ازاي؟ تمام. احنا بالظبط اي حاله بتيجي حضرتك بيتم مناظرتها او الكشف عليها بيبقى ليها كارت متابعه، بيبقى فيه الاسم والسن ولو ممكن الرقم القومي والتشخيص بتاع الحاله وايه الاجراء اللي تم تقديمه في خلال القافله او في خلال الوحده من الوحدات او المستشفيات التابعه لنا. وبالتالي لما بيجي في اي وقت بيبقى الكارت بتاعه موجود، نقدر نطلع منه هو اتعمل له ايه وتم تقديم خدمات ايه ومين الطبيب اللي قدم الخدمه. هايل. طب كلمنا يا فندم عن عيادات ذوي الهمم، يعني ازاي تم استحداثها؟ ازاي تم تدريب الاطباء
على التعامل مع ذوي الهمم، وأبرز الإنجازات في هذا الملف كانت عاملة إزاي؟ احنا طبعا كان مع التوجه الرئاسي للاهتمام بذوي الهمم، فبالتالي كان لازم يبقى عندنا بنحاول نختار في كل محافظة مستشفى او وحدة صحية، وعادة بتبقى مستشفى تكون فيها عيادة مخصصة لذوي الهمم. عندنا في اسكندرية، عندنا في القاهرة الجديدة، عندنا في شبرا، عندنا يعني في اغلب المحافظات بدأنا يبقى في عيادة خاصة بذوي الهمم. تمام، في منهم بعضهم كمان بيحتاج تدخل تحت المخدر العام، فبالتالي بيبقى فيه بعديه غرفة إفاقة وغرفة متابعة ليه. تمام، فبدأنا دي. احنا كمان مش مسألة ان انا اعمل عيادة الا لما اكون مدرب الفريق الطبي كيفية التعامل مع ذوي الهمم، وهي دي اللي احنا التحدي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان نبدأ ندرب اطبائنا طبعا المتخصصين في طب اطفال او طب اسنان الاطفال على كيفية التدخل للحالات ذوي الهمم. طيب دكتور، بما ان حضرتك ذكرت نقطه تدريب الاطباء، كلمني عن تدريب اطباء الاسنان بشكل عام. يعني ايه اللي بيحصل، حتى اللي مش هنتكلم بس نقطه ذوي الهمم، بشكل عام تدريب اطباء الاسنان بيكون من خلال ايه، الياته ايه؟ تمام، انا دلوقتي عشان اقدر اعمل خدمه صحيه ذو جوده عاليه للمواطن المصري يبقى لازم بشتغل على شقين. بشتغل على رفع كفاءه الاطقم الطبيه في كافه التخصصات، والتجهيزات. التجهيزات الحمد لله بالمستلزمات تعتبر يعني الى حد كبير جدا متوفره الحمد لله، يبقى بالتالي لازم ارفع كفاءه الاطقم الطبيه. صحيح. عندنا يعني احنا كنا في على مدار الشهرين اللي فاتوا كنا عاملين بروتوكول للتعاون مع منظمه الصحه العالميه في 5 محافظات لرفع كفاءه اطباء الاسنان الموجودين بيها. دربنا اطباء اسنان في محافظه شمال سيناء، وده ما حصلش كان من فتره. تمام، في جنوب سيناء، في البحر الاحمر، في محافظه قنا، في محافظه المنيا، كان 500 طبيب اسنان. فدوت شق. عندنا اكاديميه الاميره فاطمه للتعليم الطبي المستمر، دي برضو عملنا فيها ما يقرب من 24 دوره تدريبيه بورش عمل مصاحبه. يعني مش ان انا اشرح له نظري بس، لا ده بالعكس، ده انا لازم في حاجه يتدرب عليها طبعا، او اخده في مستشفى من مستشفياتنا عشان ازاي ارفع المهاره بتاعته. تمام، عملنا 24 دوره، كل دوره كان فيها 25 طبيب، فحوالي 1500 طبيب تقريبا كان في خلال الشهرين 3 اللي فاتوا. تمام، عندنا كمان حاجه اسمها اون جوب تريننج، ان انا اسافر المحافظه ادرب الناس بتوعها هناك، مش اجيب الاطباء بس منها، عشان في محافظات سهوله انتقالي انا ليهم بفريق اللي هيدربهم بتبقى اسهل. تمام، عملنا في محافظات كتيره زي كفر الشيخ، الاسماعيليه، عملنا في الغربية، الشرقية، طبعا القاهرة الجديدة، اليوبية، فيوم، كل المحافظات تقريبا. احنا شغالين اسكندرية، عاملين فيها شغل كويس جدا لانها في خدمة صحية رائعة بصراحة. تمام، بس وبناء عليه نقول ايه للمواطنين اللي عندهم مشاكل في الاسنان وعايزين يروحوا للخدمات الحكومية المقدمة بالمجان لعلاج هذه الاسنان؟ ده انا اقول لحضرتك احنا شهر مارس في عندنا الاحتفال باليوم العالمي لصحه الفم الموافق 20 مارس، فاحنا بتوجيهات من معالي الوزير ان احنا ما يبقاش اهتمام يوم واحد لصحه الفم، احنا عملنا شهر مارس كله شهر للاحتفال بصحه الفم. جميع الوحدات بتاعتنا يوميا بتقدم الندوات التشخيصيه والتوعويه، بنعمل مسح شامل لكل الحالات اللي بتدخل لو في عندهم اي امراض فم او بدايات تسوس اقدر الحقها، وهيتم تجميع كل النتائج بتاعتنا يوميا بحيث يبقى الاحتفاليه بتاعتنا بتاعت يوم 20 مارس نقدر نقول ان دي تكفين لمبادره صحه فم شامله تبقى على مدار العام، مش ان انا بحتفل بيها يوم. احنا الحمد لله خليناها تبقى شهر بحيث نبدا نعود الناس بكافه وسائل الاعلام وفي الوحدات بتاعتنا ان في حاجه اسمها غسيل اسنان، ايه الاكل الصحي، ازاي كبير السن اقدر اراعيه، لو في عنده اي فقد للاسنان اعوضها له. يبقى احنا بنعمل مشروع قومي لصحه الفم. اكيد. طب اخيرا دكتور وليد، يعني طيور مصر المهاجره خاصه في مجال طب الاسنان، ازاي تم الاستفاده منهم؟ طبعا كان في من معالي الوزير اتصالات مع وزاره الخارجيه والمصريين بالخارج والهجره، وبالتالي كنا من السنه اللي فاتت حتى كان جه احد يعني اطباء الاسنان اللي موجودين في الولايات المتحده، وكان نزل معانا
شارك معانا في قافله كنا في حي الاسمرات، وبعدها جه معانا كذا مكان تاني من اللي كنا بنعمل فيهم قوافل، ورحنا معاه مركز ابحاث الاسنان تابع للوزاره بحيث يناظر بعض الحالات. انا عايز استفيد منه في حاجتين: طريقه مناظرته للحالات، فانا عندي الشباب اللي موجودين كلهم بيتعلموا منه ومن خبراته اللي اتعلمها في الخارج. السنه دي كان موجود لسه قريب وبرضه نزل معانا حي الاسمرات مره تانيه، وبعدها رحنا احدى دور الايتام وكان موجود معانا، وجاب معاه كمان اطباء تانيين كانوا في اجازه. فاحنا بنحاول ان احنا نستفيد منهم كل في تخصصه ازاي يقدر يفيدني بخبراته. هل في خامات جديده؟ هل في تكنيك جديد؟ وبالتالي الاطباء بتاعتنا بتبدا تتعلم او تتلقى منه خبرات اللي هو اكتسبها من وجوده خارج مصر. وفي الاخر هتعود على جوده خدمه مقدمه للمواطن المصري، وده هدفنا كلنا. بكل تاكيد انا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور وليد حسن رئيس الاداره المركزيه لطب الاسنان بوزاره الصحه، بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات.